السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة التناصح، وهذا أبرز العناوين. شهداء وجرحى في هجوم مسلح على بوابة كعام شرقي الخمس. إدانات واسعة للهجوم والأعلى للدولة يطالب الحكومة ببسط الأمن. بعد اعتقاله من قبل ميليشيات حفتر، وفاة الشيخ رشيد القبايلي بدرنا. أهلا بكم في تفاصيل الأخبار. ارتفعت حصيلة الضحايا الهجوم المسلح على بوابة كعام صباح اليوم إلى 7 شهداء وأكثر من 10 مصابين. وأكد مصدر بالمجلس البلدي صليطن إن الهجوم الذي نفذه 3 أشخاص ملثمين أسفر عن استشهاد 7 عناصر من أفراد الأمن، من بينهم آمر البوابة يوسف الأمين، وإصابة أكثر من 10 آخرين تتراوح حالتهم بين المتوسطة والخفيفة، نقلوا إلى مستشفى صليطن العام. وكما أكد مفتاح أحمدي عميد بلدية صليطن إن 4 على الأقل لقوا مصرعهم اليوم الخميس فور الهجوم المسلح الذي استهدف النقطة الأمنية كعام الفاصلة بين الحدود الإدارية لبلديتي صليطن والخمس. أحمدي في تصريحات صحفية أشار إلى أن مديرية أمن صليطن تعرفت على هوية المهاجم الذي استهدف البوابة، مبينا بأنه ليبي الجنسية وقتل في الاشتباك مع القوة المتمركزة في البوابة. وقال أحمدي إن الوضع الأمني تحت السيطرة بعد الهجوم المسلح الذي تعرضت له البوابة. هجوم مسلح تم استشهاد 4 عناصر حسب المعلومات المدنية، جرح 4، وإن شاء الله ربي يمهل الصبر والسلوان ونسأل الله بالشهادة. والآن جميع الجهات التقنية استنفر وسيطر على الموقف، وإن شاء الله ربي يسلم البلاد، وإن شاء الله الدواعش ما ليهمش مكان معانا، إن شاء الله ربي ينصر هذا الوضع. شكرا. فيما أعلن مدير أمن مدينة صليطن العميد محمد حسين أبو حجر عن مقتل منفذ الهجوم على بوابة كعام. بسم الله والصلاة على رسول الله. أولا نترحم على شهداء هذا الهجوم المسلح من قبل الغماسي الذي تم القضاء عليه. طبعا عندنا 4 وفيات شهداء عند مجموعة من الجرحى في مستشفى صليطن تلقى في العلاج في العناية الفائقة في غرفة العمليات. طبعا الإجراءات كلها تحت السيطرة والأمور آمنة. نبلغ جميع سكان مدينة صليطن وسكان مدينة الخمس طبعا أن الأمور تحت السيطرة، وجميع الجهات الأمنية تباشر وجاري التنشيط حتى في المناطق المجاورة، ونسأل الله أن ربي يهني البلاد والعباد. وفي ذات السياق أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة رفع حالة التأهب الأمني ورفع أقصى درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها. الوزارة طالبت المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الأمن بالتبليغ عن أي أعمال مشبوهة أو خروقات أمنية، مطمئنة إياهم بأن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة في المنطقة الممتدة بين مدينتي صليطن والخمس. هذا وقد تم فتح الطريق بعد إغلاقها لساعات حرصا على سلامة المواطنين. كما ذكر رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة فوزي ونيس أنه قد تم تحويل أحد جرحى التفجير الذي استهدف بوابة كعام إلى مصحة دار الطب بصليطن، بينما تتواجد حالتين بمستشفى صليطن العام. وأكد ونيس على أن أقسام الطوارئ بكل من مستشفى صليطن ومستشفى مصرات الطبي جاهز في حالة حدوث أي طارئ.
ولتسليط الأضواء أكثر على الأوضاع الصحية للجرحى، معنا عبر الهاتف من مدينة زليطن نائب مدير مستشفى زليطن الأستاذ سالم حميدان، أو الدكتور سالم حميدان. فقدنا الاتصال بالدكتور سالم، نرجع له في حالة تمكننا به في الاتصال لاحقا إن شاء الله. أدان المجلس الرئاسي المقترح الهجوم المسلح الذي وقع صباح الخميس على بوابة كعام، ووصف الرئاسي المقترح الهجوم بالجريمة المروعة والذي لا يقوم به سوى قتلة مجرمين تجردوا من إنسانيتهم ومن كل القيم والمبادئ والشرائع الدينية والأخلاقية. كما دعا المجلس الأعلى للدولة الحكومة المقترحة إلى أداء واجبها في بسط الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين في هذا الهجوم ومنع أي هجمات أخرى. ونعى المجلس في بيان له شهداء الهجوم على بوابة كعام واصفا إياه بالعمل المنافل لأخلاق ديننا الحنيف وتعاليمه. كما أدانت السفارة الإيطالية الهجوم المسلح الذي وقع على بوابة وادي كعام صباح الخميس. السفارة عبر صفحتها الرسمية شددت على عدم وجود مكان للتطرف في ليبيا، متقدمة بالتعازي لأسر ضحايا الهجوم. كما أدانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الهجوم على بوابة كعام صباح الخميس غرب زليطن. وقال الممثل الخاص للبعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة على الصفحة الرسمية للبعثة إن البعثة تدعو الشعب الليبي إلى مقاومة حالات بث الخوف والترهيب والكرامة والكراهية والالتزام بعملية سياسية بقيادة ليبية لتعزيز الوصول إلى ليبيا موحدة، مؤكدا في الوقت ذاته تضامنها مع الشعب الليبي. وقع صباح الخميس هجوم مسلح على بوابة عين كعام الأمنية بين الخمس وزليطن في استنساخ جديد لأسلوب تنظيم الدولة المتطرف، موقعا عددا من الضحايا. أمر من المتوقع أن يكون جرس إنذار بأن على الليبيين جميعا تكثيف الجهود للقضاء على العناصر المتطرفة. المزيد في هذا التقرير التالي. مع ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس تعرضت بوابة وادي كعام الواقعة بين الخمس وزليتن لهجوم مباغت أودى بحياة 7 عناصر أمنية وإصابات متفاوتة لعدد آخر من رجال الأمن بنقطة التفتيش على الطريق الحيوية التي تربط بين مدينتين رئيسيتين على الساحل الليبي. ولم يتضح حتى الآن مدى ارتباط الهجوم المسلح بتنظيم الدولة المتطرف غير وقوعه متزامنا مع كلمة مسجلة للبغدادي نشرتها الأذرع الإعلامية للتنظيم، واحتوت على دعوات للعناصر الكامنة والخلايا النائمة بالتحرك لما دعاه بالجهاد في مناطق متفرقة من بينها الأراضي الليبية في أعقاب تقهقر عناصره وأتباعه في سوريا والعراق. هجوم الخميس والذي قدم له شهود عيان روايات اختلفت في تفاصيلها يظل تذكيرا بالخطر الذي تشكله العناصر المتطرفة التي تتحرك في جماعات صغيرة أو كذئاب منفردة وصعوبة توقع تصرفاتها طبقا لقواعد المنطق وحسابات الجيوش، فيما تبقى ردود الأفعال متمثلة في بيانات الإدانة والاستنكار مجرد أثر باهت على جدار منصات التواصل الاجتماعي. بعد هذا الحادث وحوادث أخرى سابقة بات على الليبيين في كافة المستويات النظر بشكل جدي بتحديث الأساليب لتتبع التطرف والغلو الذي وجد مرتعا آمنا بين الأودية وكثبان رمال الصحراء الكبرى، متحفزا على الوثوب شمالا لإيجاد موطئ قدم يشحذ فيه سيوفه للانقضاض على ما تبقى من مشروع الدولة الليبية التي نخرها الانقسام وحول جسدها إلى عدد لا يحصى من الندوب والثقوب.
وفي نفس السياق قال عضو مجلس النواب المقاطع فتحي بشاغة اليوم الخميس إن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة يتواجدون طرديا في المناطق والدول التي تكون فيها الحكومات ضعيفة وغير قادرة على الحكم، معتبرا في منشور له على حسابه بالفيسبوك إن التنظيم استرد جزءا من قوته التي فقدها بعد معاركه مع مقاتلي البنيان المرصوص وقوة التعاون الدولي بقيادة أمريكا. بشاغة أكد بأن البنيان أنهى المهمة بنجاح بعد أن كلفت العملية ليبيا 700 شهيد وأكثر من 2000 جريح، ورجع كل منهم إلى قواعدهم ومدنهم وبيوتهم وأهلهم، وسلموا سرت لحكومة المقترحة بطرابلس. توفي صباح اليوم الخميس بأحد سجون حفتر الشيخ رشيد القبيلي مدير مكتب الأوقاف بمدينة درنا، إمام وخطيب مسجد زيد بن ثابت، بعد معاناته مع مرض بالقلب منذ عدة سنوات. وأشارت مصادر إعلامية بدرنا إن الشيخ اعتقل بمنتصف شهر رمضان الماضي أثناء توجهه إلى مستشفى بالبيضة لتلقي العلاج، حيث أودع بسجن غرناطة شرقي البلاد، مضيفة بأن حالته الصحية ساءت داخل المستشفى ليتوفاه الله صباح اليوم بمستشفى الثورة بالبيضة. وكانت منظمات محلية ودولية قد أدانت في وقت سابق الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات حفتر ضد المعتقلين بسجون غرناطة والكويفية والألبان وغيرها من السجون حديثة العهد. قالت قوة حماية وتأمين مدينة سرت الأربعاء إنها استلمت متهمين متورطين في مقتل امرأة وابنها بمنزلهما في شارع مراح. القوة عبر صفحتها الرسمية قالت إن الجنات قاموا بإطلاق أعيرة نارية على المنزل، مما أدى إلى وفاة الأم وابنها الذي توفي بعد فشل محاولات إسعافه. وأضافت القوة إن وحدة التحري التابعة لها عاينت مكان الحادثة وقامت بالبحث والتحري وجمع المعلومات ليتم التعرف على الجنات الذين سلموا أنفسهم إلى القوة بعد التواصل مع ذويهم، مشيرة إلى أنها باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين. قال وزير الخارجية في الحكومة المقترحة محمد طاهر سيالة إن ليبيا ترفض أي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين غير النظاميين إليها باعتبارها دولة عبور، مطالبا المجتمع الدولي بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية والضغط على دول المصدر لتحمل نفقات إعادتهم. وأضاف سيالة بأن ليبيا لن تقبل ما يتردد عن أنبائه حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان الشمال الإفريقي التي انطلقوا من شواطئها باتجاه أوروبا بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية ليبيا. هذا وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني قد لوح بإعادة المهاجرين إلى نقاط انطلاقهم من شمال إفريقيا إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية حدوده الجنوبية على حد قوله. وكانت سفينة دوتشي التابعة لغفر السواحل الإيطالي قد انتقلت قبل أيام أو أنقذت قبل أيام 177 مهاجراً قبالة السواحل الليبية، وقد دخلت السفينة ميناء كاتانيا منذ يومين بعد جدل تكرر مراراً مؤخراً بين السلطات المالطية والإيطالية بشأن من يتعين عليه تولي أمر المهاجرين المنقذين بعد انطلاقهم من السواحل الليبية. النشرة مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. بعد العودة لمدينتهم رجال تاورغا يدعون للمصالحة.
ليس عيبا أن نختلف ولا أن تتباين وجهات نظرنا، ما دام الأصل فينا الحفاظ على هذا الوطن دينا ووحدة وعدالة. ومهما استغل المتربصون الخلاف وسعوا لنشر غراب الفرقة بيننا، تبقى جهود الخيرين من أبناء الوطن تواصل الليل بالنهار لتعم المصالحة ربوعة. فرصة المراجعة لم تنتهي، وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. ولنا في التاريخ أجداد إسوة، فما جعلنا نتوحد أيام الاستقلال يجعلنا قادرين على توحد اليوم. مطلبنا مصالحة حقيقية تلم الشعب، ومبادرة تحقق العدل، واتفاق ينهي الفتنة، صلح يعيد الأمن والسلام. فليبيا تستحق البناء، وشعبنا يستحق المصالحة. أهلا بكم من جديد. قالت مصادر محلية من مدينة سبها إن مديرية الأمن بالمدينة أمنت 20 ناقلة وقود بنزين و10 ناقلات تابعة لشركة الشرارة الذهبية و10 ناقلات أخرى تابعة لشركة ليبيا نفط قادمة من مدينة بنغازي. كما قامت المديرية بالإشراف على توزيع كمية الوقود على المحطات ومتابعتها أثناء تزويد مركبات المواطنين في ظل نقص متكرر في المحروقات بسبب الأوضاع الأمنية المتردية. دعا عضو المجلس المحلي تاورغا عبد النبي أبو عرابة صباح يوم العيد كل المدن الليبية المتخاصمة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والصلح، متيمنا أن يعم الأمن كافة المدن الليبية. بهذه المناسبة نتمنى أن تكون هذه عودة أهالي تاورغا نموذج نجاح لكل القرى ولكل المدن المتخاصمة، ونتمنى أن تكون هذه نموذج للليبيين جميعا الصلح والمصالحة في ليبيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد هو عيد مبارك للليبيين يعم فيه الأمن والأمان لليبيا كلها. أدى جمع من أهالي مدينة ترهونة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة ذي الحجة وسط مدينة ترهونة. عدسة التناصح رصدت صلاة العيد وأراء بعض المصلين. أعلن صندوق الزكاة تاجوراء عن استلامه لما يزيد عن 1500 كيلوغرام من لحوم الأضاحي خلال حملته لتجميع اللحوم من المواطنين. الصندوق عبر صفحته الرسمية الأربعاء قال بأنه تم توزيع اللحوم على 190 أسرة محتاجة في حملة استمرت يومين من صباح أول يوم من عيد الأضحى المبارك وحتى نهاية اليوم الثاني. وتعتبر هذه الحملة هي الرابعة التي يقوم بها الصندوق لجمع اللحوم وتوزيعها على مستحقها. نظم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء احتفالا بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمهاجرين من نزلاء مركز إيواء تاجوراء أمس ثاني أيام العيد. الاحتفال جاء بمشاركة إدارة ومنتسبي الفرع، وتم ذبح عدد من الأضاحي في بادرة لتخفيف من وطأة الظروف القاسية التي يتعرض لها المهاجرون أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا. وصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر منعى في ثاني أيام التشريق، فيما غادر المتعجلون من الحجاج صباح الخميس الأراضي المقدسة بعد رمي جمرة العقبة الوسطى
متوجهين إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج. تراجعت أسعار الذهب بالسوق العالمية الخميس من أعلى مستوى في أسبوع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، وبعد الفشل في تجاوز مستوى 1200 دولار للأوقية. يأتي هذا التراجع تحت ضغط انتعاش الدولار مقابل سلة من العملات العالمية. تراجعت أسعار النفط الخميس تحت وطأة النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، لكن انخفاضا في مخزونات الخام التجارية الأمريكية قدم بعض الدعم. وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 74 دولارا للبرميل منخفضة 24 سنتا، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط 67 دولارا بالانخفاض 6 سنتات عن أحدث تسوية لها، مدعومة بعض الشيء بتراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية النشرة إليكم أبرز عناوينها: شهداء وجرحى في هجوم مسلح على بوابة كعام شرقي الخمس، إدانات واسعة للهجوم والأعلى للدولة يطالب الحكومة ببسط الأمن، بعد اعتقاله من قبل ميليشيات حفتر وفاة الشيخ رشيد القبايلي بدرنا، صلاة العيد تقام في تورغا لأول مرة، في الختام أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.